محمد الطراونة، استشاري الأمراض الصدرية ومتخصص أيضا في علم الفيروسات. صباح الخير يا دكتور. في البداية ويعني لو تعطينا تفاصيل أكثر عن هذا الفيروس، فيروس ماربورغ، ويمكن زي ما أنا ذكرت هو فيروس ليس بحديث. يعطيكم ألف عافية، وبشكر قناة القاهرة الإخبارية أولا على الاستضافة، وثانيا على التقرير الجميل الذي استمتعت وأنا بتابع فيه عن جمهورية مصر العربية. أولا، فيروس ماربرغ هو ليس من الفيروسات الحديثة، فتم اكتشافه أول مرة في عام 1967، فظهر هذا الفيروس في أحد المدن الألمانية التي سمي باسمها ماربرغ، وظهرت فاشية، وهي فاشية تعني انتشار محلي ولم يصل إلى درجة وباء عالمي، فظهرت فاشية في الدول الأفريقية، ظهرت في غينيا، وظهرت أيضا في السنغال، وظهرت في عدة دول، ولكن تم احتواء هذه الفاشيات، ظهرت آخرها في 2004. هو أحد الفيروسات التي ينتمي إلى مجموعة الـ RNA، فهو شبيه بفيروس إيبولا. تشير الدراسات والتقارير والأبحاث العالمية أن الحيوان الناقل لهذا الفيروس هي خفافيش الفاكهة المصرية، وهي أو ما تسمى بالروزيتوس، وهذه الخفافيش التي ما تكون موجودة في الكهوف عادة وتتغذى على الفاكهة في مواسم معينة، نقلت هذا الفيروس إلى البشر، فهو لا ينتقل عن طريق التنفس، فلذلك طريقة انتقاله أقل من الفيروسات الأخرى التي أسرع انتشارا، ينتقل عن طريق ملامسة أو الاتصال المباشر أو السوائل الخارجة من الجسم أو الأسطح الملوثة. فعندما يدخل هذا الفيروس إلى الجسم، فترة الحضانة ما بين يومين تصل في بعض الأحيان إلى 3 أسابيع، تبدأ الأعراض بشكل مفاجئ، ترتفع درجة الحرارة ويحدث هنالك إعياء في الجسم، تعب عام، آلام في المفاصل، وتستمر هذه الأعراض حتى تبدأ أعراض الجهاز الهضمي بالسعاء بالإسهال والآلام في البطن، وذلك بعدها تبدأ الأعراض بالظهور على الأغشية المخاطية، لذلك تسمى هذه الفيروسات النازفة، لأنها تؤدي إلى نزف في الأغشية المخاطية وظهور بقع على الجسم. ولأن هذا الفيروس سمي بالفيروس الفتاك، وهو يعد من أشد الفيروسات فتكا على الكرة الأرضية، لأنه يؤدي إلى نسب وفاة تصل إلى 88%، وتحدث الوفاة نتيجة ما يسمى بالنقص الدوراني الحاد أو الصدمة الحادة نتيجة حالة الجفاف التي تحدث بسبب الإصابة بهذا الفيروس. لا يوجد علاج لهذا الفيروس ولا يوجد لقاح لهذا الفيروس، يتم التعامل معه بالعلاج الداعم، ويعني ذلك إعطاء سوائل في حال نزول الضغط، إعطاء خافض الحرارة في حال ارتفعت الحرارة، لإعطاء الجسم مساحة للتعافي، ولكن يعد من أشد الفيروسات فتكا ونسب الوفاة مرتفعة جدا. طيب لا يا دكتور محمد، يعني موضوع الصراحة مخيف نوعا ما. أنا عايزة أسأل حضرتك عن سؤال ربما يطرحه الكثير أو الكثيرون في الشارع، ربما هو سؤال بسيط ولكن احنا فعلا بحاجة إلى إجابة عليه. لما يعني ما سر تتابع كل هذه الفيروسات اللي بتظهر فجأة من كورونا وبعض الفيروسات اللي ظهرت بعديها، دلوقتي عندنا إيبولا وماربورغ، هل في أي يعني سر أو صلة ما بين هذه الفيروسات وانتشارها في توقيت قصير في هذه الفترة يعني الأخيرة؟ أولا سيدتي، هذا سؤال مهم جدا، ولكن هنالك عدة عوامل. العامل الأول هو بسبب جائحة كورونا وبسبب الإجراءات الاحترازية التي كانت معمولة في السابق من لبس الكمامة والتباعد وتحديد السفر، فأدت هذه الإجراءات إلى التغيير في الخارطة الفيروسية حول العالم، فبدأت الفيروسات تظهر على غير أوانها، تظهر مجتمعة،
وبسبب ما يسمى بالفجوة المناعية، لأنه كل عام نتعرض إلى مجموعة من الفيروسات، تؤدي هذه الفيروسات في مواسم معينة إلى إنتاج أجسام مضادة في الجسم، فهذه الفجوة المناعية أدت إلى تغير الخارطة الفيروسية حول العالم. وأيضا ما يسمى بالتغيرات المناخية أو الاحتراق أو ارتفاع درجات الحرارة والتغير في درجات الحرارة حول العالم أو التغيرات المناخية، أدت هذه أيضا إلى التغير في ظهور الفيروسات في أوقات مختلفة غير ما كانت في السابق، وظهرت في أماكن مختلفة وانتقلت من أماكن لم تظهر فيها هذه الفيروسات. فالتغيرات المناخية وأيضا جائحة كورونا هي من الأسباب التي أدت إلى تغيير في ظهور هذه الفيروسات والتغير في السلوك لهذه الفيروسات. فعند دراسة أي فيروس معين يتم دراسة كيفية سلوك هذا الفيروس أو النقولية أو الإمراضية. فبعض الفيروسات كانت لا تؤدي إلى إصابات بأعداد كبيرة أو لا تؤدي في السابق إلى إصابات فئات معينة، كالفيروس التنفس المخلوي الذي ظهر في العديد من الدول العربية، فكان في السابق يصيب فقط الأطفال دون سن عامين، ولكن هذا العام كان استثنائيا فقد أصاب الأطفال والكبار، ولكن موجة فيروس المخلوي قد تلاشت من الوطن العربي، ف يعني هناك أعداد بسيطة جدا. فهذه العوامل أدت إلى التغير في السلوك النقولية والإمراضية لهذه الفيروسات، لأن الفيروسات كلما انتشرت كلما زادت احتمالية حدوث الطفرات، وخصوصا الفيروسات التي تنتمي إلى مجموعة الRNA. فالفيروسات مجموعة الRNA يحدث فيها تغير مستمر، فعند الانتشار الكبير تحدث أخطاء في المعلومات الجينية عندما تقوم هذه الفيروسات بنسخ نفسها للتكاثر، فتحدث هذه الطفرات. الطفرة قد تؤدي إلى إضعاف الفيروس أو قد تؤدي إلى تقويته عندما يحدث هنالك متحور. فالمتحور هو يعني تغير في المعلومات الجينية التي تؤدي إلى التغيير في سلوك هذا الفيروس. طيب دكتور، شو هي طرق الوقاية منه إذا بدنا ننبه الأهالي وهل يصيب الأطفال؟ وحسب ما فهمت منك أنه ممكن الكمامة لا تنفع في هذه الحالة. أولا سيدتي، نحن نشكر الجهود المصرية وممثلة بوزارة الصحة التي هي من أوائل الدول العربية التي قامت بنشر إرشادات توعوية استجابة للطوارئ العالمية. فقد قامت وزارة الصحة بنشر إرشادات لكيفية التعامل مع فيروس ماربرغ في حال ظهرت إصابات أو حالات أو كانت هنالك حالات مشتبهة. كما ذكرت سيدتي، الإصابة تحدث نتيجة الاتصال المباشر مع هذا أو الشخص المصاب. فإجراءات احترازية ووقائية يمكن منع تفشي المرض في حال ظهرت أحد بؤر لهذا المرض هي احتوائه، متابعة الأشخاص الذين خالطوا الشخص المصاب، عزل الحالة المصابة، تثقيف أو تعليم الكوادر التي تتعامل مع هذه الحالة المصابة بالإجراءات الاحترازية والوقائية ووسائل الحماية الشخصية. وأيضا إذا كان هنالك أماكن تكثر فيها مثل هذه الخفافيش أو ما تسمى خفافيش الفاكهة، أيضا احتواؤها من عن طريق الجهود التي تقوم بها وزارات الصحة ووزارات الزراعة، لأن كما ذكرت هذا المرض لا ينتشر بشكل سريع وكبير مثل الفيروسات التنفسية. فظهرت فاشيات تم احتواؤها في السابق، فالخطر في هذا المرض هو أنه لا يوجد له علاج ولا يوجد له لقاح، فيجب أخذ الإجراءات التقصي. يعني معلش يا دكتور محمد، فقط هو ملوش لقاح؟ ما في يعني ده حاجة مثبتة ولا لسه الأبحاث قايمة على الموضوع ده أنه ممكن نلاقي له أي دواء أو أي لقاح؟ أصل الموضوع يعني مخيف جدا، خاصة أنه هو من أخطر الفيروسز. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي لقاح أو أي علاج مثبت علميا لمعالجة هذا المرض، يتم التعامل معه فقط بالعلاج الداعم من خلال إعطاء المريض المصاب فرصة للنجاة، من خلال إذا كان هنالك حالة من الجفاف إعطاؤه سوائل، إذا كان هناك ارتفاع في درجة الحرارة إعطاؤه خافضات للحرارة فقط لا غير. لا يوجد علاج أو لقاح
لفيروس ماربرغ حتى هذه اللحظة. يمكن كما ذكرت من خلال فرق الرصد والتقصي الوبائي ومتابعة الحالات التي يتم تشخيصها، تصنيف الحالات مشتبهة أو حالات مؤكدة. الحالات المشتبهة يتم عزلها وبعزل وقائي وعزل احترازي في ضمن ظروف مشددة، لأن كما ذكرت هذا يعد من الأمراض القاتلة، فلذلك يجب التشدد في التعامل مع مثل هذه الحالات. عبر زوم من الأردن دكتور محمد الطراونة، استشاري الأمراض الصدرية ومتخصص في علم الفيروسات، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.